برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر نور الشباب بنبدا نهارنا بالانجيل المقدس واليوم مع الاب جوزيف سعد راهب ماروني مريمي ابونا بسنة رحب فيك معنا ميرسي انطوني ميرسي كتير والمجد لله البدايه مع حضرتك والانجيل المقدس تفضل من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس الذي بشر العالم بالحياه فلنصغي الى بشاره الحياه والخلاص لنفوسنا. كان يسوع يخاطب الجموع بكلمه الله في امثال كثيره كهذه على قدر ما كانوا يستطيعون ان يسمعوا وبدون مثل لم يكن يكلمهم لكنه كان يفسر كل شيء لتلاميذه على انفراد وفي مساء ذلك اليوم قال يسوع لتلاميذه لنعبر الى الضفه الاخرى فترك التلاميذ الجمعه وأخذوا يسوع معهم في السفينة وكانت سفن أخرى تتبعهم. وهبت عاصفة ريح شديدة ريح ريح شديدة فاندفعت الأمواج على السفينة حتى أوشكت السفينة أن تمتلئ. وكان يسوع نائما على الوسادة في مؤخر السفينة. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم ألا تبالي؟ فنحن نهلك. فقام وزجر الريح وقال للبحر أسكت اهدأ فسكنت الريح وحدث هدوء عظيم ثم قال لتلاميذه لماذا أنتم خائفون هكذا كيف لا تؤمنون فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا حتى يطيع البحر نفسه والريح حقا والأمان لجميعكم بإنجي اليوم بنفهم أكثر اليوم قد يسوع عم يعني بعيش معنا هالغموض وهالجمال بالرسالة يلي عم يعني بيتوجه فيها لكل شخص منا يوم بس تسمع خبرية أو مثل كل حدا منا بيفهمه على طريقته كل حدا منا بياخد عبرة بشكل بتطبّق على حياته هو يسوع مع الشعب اليهودي كان دايما يتكلم معهم بأمثال ومنشوف ماركوس عم بيقول قد ما كانوا قادرين يسمعوا يعني كانوا يوصلوا لمحل يتعبوا منه من حديثه لانه كانوا بكل بساطه مش قادرين يستوعبوا او مش قادرين حتى يفهموا شو عم بيحكي باللغه العربيه في عنا فعلين نسمع فيهم يا يعني هو نسمع يا بنصغي اليوم بنشوف انه ماركوس كان واضح باختياره لكلمه يسمعون يعني اليوم في ضجه عم بيسمعوا كانوا هالعالم كانوا عم بيسمعوا شيء كتير ما كانوا كثير مركزين مع يسوع لانه بكل بساطه ما كان بده اياهم يفهموا لهالدرجه كل شغله عم بيقول لهم اياها لحتى يضل عم بيشتغل فكرهم معه انما للتلاميذ اللي كانوا تبعينه بيقول لنا مرقس كان يرجع ويفسر لهم كل الامثال حتى يكونوا موجودين معه على السمع حتى يكونوا عم بيفهموا عليه كل شغله عم بيقولها يسوع اختار يعبر من الضفه للضفه الثانيه بيشوف هالعبور يلي بيشبه العبور بحياتنا اليوم من ضفة الضجيج من, ضف من ضفة العالم من ضفة العالم يلي ببعض المطار حتى يمكن مش قادرة تسمع مش قادرة تصغي لشخصنا نحن بنتفاجئ اليوم انه يسوع عم بيترك هيدا العالم وعم بينطلق تجاه ضفة تانية مجهولة صوب رواق لحتى اليوم يقدر يكفي رسالته واخد بس معه تلاميذه. هالسفينة يلي ركبها يسوع منا سفينة بعيدة عنا، اليوم نحن كل حدا منا عنده سفينته عم بيعبر فيها من ضفة لضفة لضفة، من مناطق أوقات يمكن مكتظة لمناطق هادية أو حتى العكس. إنما اليوم السر كان نومة يسوع بآخر السفينة. يسوع نايم، العاصفة قايمة، أكيد السفينة منا هادية محلها، عم بتموج شمال ويمين، وانتلت بالمي اليوم على القليل على السفينه كان في 12 شخص اللي هن كانوا تلاميذه وصلوا وصرخوا ليسوع قوم السفينه راحت علينا ما بقى, بقى قادرين نهديها عم نغرق وانت اخر همك يوم هالنوم باخر السفينه بتشبه يسوع بحياتنا لحظه اللي بنقول له انت ارتاح انا اليوم ايد هيدي السفينه انا اليوم شغلتي اني اعمل هيدي الشغله انت نام انت ارتاح هذه كانت فكرة التلاميذ من يسوع مش هيك يعني كان نايم بمؤخرة السفينة لكن بالنص ولا كان بالأول عم بيواجه كان نايم لأنه التلاميذ بالنسبة لهم كانوا هن كمان الصيادين يعني عندهم خبرة السفر بالمي فكانوا بالنسبة لهم أنه يقطعوا ضفة لتاني ميلة شربت مي وكتير هينة إنما كانت المفاجأة أكبر أنه اليوم كل لحظة أنا بشيل يسوع من حياتي بريح يسوع بحياتي بلغي يسوع من مشاريعي من هالعبور يلي عم بعبره بكل عمل انا عم بعمله بدأ اتوقع العواصف بدأ اتوقع المصايب وكثير هينه بس وعوا هدي الريح وريق البحر يعني اليوم الفكره واضحه كل مره يسوع موجود بحياتي هالمصاعب والمشقات لو يمكن بأول فترة رح أمرق فيها لأنه أنا بإيرات الإنسانية وبطبع الإنساني دائما بتطلع على حالي كأنه أنا البطل أنا اللي بدي أعمل العملية ما حدا غيري قادر يهدي اللي أنا قادر هديه بس دائما بتفاجأ بالآخر وبلاقي إنه الشغلة صارت أكبر مني هون الشطارة إني أعرف واحد يسوع بحياتي هون الشطارة إني أعرف لاقي يسوع بمؤخرة سفينتي حتى أقول له قوم شوف شو بك تعمل مثل ما عملت مريم بعرس قانا قلت له خلص عندنا الخمر شوف شو بدك تعمل كان يسوع جوابه واضح لم تأتي ساعة بعد مش معناتها اليوم انه يسوع ما بده يساعد مش معناتها اليوم انه يسوع نايم اخر همه اذا بتغرق السفينه ولا لا مش معناتها اليوم اذا يسوع ما رد بحياتنا على كل مره من ندي او على كل مشكله بنفوت فيها يعني يسوع مش موجود يسوع دائما موجود بحياتنا انما دائما بيختار الوقت المناسب ليتدخل اوقات كثير بينطر منا نحن هيدا النداء يسوع اكيد حس على السفينه عم بتهز ما يسوع اكيد سمع صراخ لميز ما يسوع اكيد حس بالهواء يلي عم يلفح بالسفينه مقام. معقول الماء ما معقول المي ما وصلت لعنده معقول هالقد قادر ينام ويرتاح بالوقت يلي جماعته يلي هو اختارهم عم بيغرقوا فاليوم بنفهم انه يسوع مثل ما صار مع الآم مثل ما مثل ما صار مع الأبرص وصلوا لعنده ما حكي اليوم يسوع ناطر من تلاميذه يحكوا، ناطر منا نحكي، نقول له نحن شو بدنا وعود تلميذ قالوا لي عم نهلك ام وهدأ وروق الدنيا بس اليوم منتفاجئ إنه التلاميذ تفاجئوا فيه نقزوا منه ابونا بعدك معنا؟ مشاهدينا نحن رح نرجع نتابع ايضا تفسير الانجيل مع إيه الاب جوزيف سعد ابونا عم تسمعنا؟ ان ما هو عفوا ابونا ابونا نحن كنا وصلنا اخر شيء اللي قدرنا سمعناه هو لما التلاميذ إيه. تفاجؤوا. آه. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع فاصل وبنرجع من بعده لنتابع اتصالنا مع الاب جوزيف سعد. ابونا انت معنا؟ أنطوني أنا بس أب بدي أبونا نحن كنا إيه توقفنا معا. آخر شيء مع حضرتك لما قلت التلاميذ تفاجأوا التلاميذ تفاجأوا من هذا العمل أوكي لكن التلاميذ تفاجأوا من العمل اللي عم اللي قام فيه يسوع مع أنه كانوا شايفين العجائب مع أنه كانوا عم يسمعوا الأمثال أنه قبل ما يترك الضفة كان مطعم الشعوب كان مطعم العالم أنه كثر الخبز قدامهم والسمكات شو بس طلعوا على السفينة وصار اللي صار رجعوا اندهشوا من جديد، كأنه كل مرة من أول وجديد عم يتعرفوا على يسوع. هاي الصورة اللي شفناها بالتلاميذ هي نحن. نحنا اليوم قدام كل حدث، قدام كل عمل، قدام كل خبرية، بنرجع نلتقى بيسوع من أول وجديد، بنرجع نتعرف على يسوع، وبيرجع يسوع بكل عمل بيقوموا معنا بيشقلبنا من أول وجديد حتى نحن نرجع نهدي هالسفينة، نهدي هالعواصف اللي عم تتخبط بحياتنا تنرجع نحن ننطلق من جديد ودائما بنرجع بنطرح على حالنا هالسؤال انه اليوم هل قد يسوع عظيم هل قد يسوع بيتدخل بحياتنا وقادر يغير فاليوم السؤال يلي بنطرحه على حالنا يسوع نايم بحياتي ولا موجود بنص السفينة أو يمكن حتى بأول السفينة نعم آه أبونا شكرا لك اليوم بهيدا الفصل يلي بالفصل اللي عالجناه اليوم اعلن السيد المسيح سلطانه حتى على البحار فاذا كان الرب قادر على فرض سلطانه على كل ما هو موجود بهيدا الكون ليش بيسمح بانه يتعرض المؤمنين لكل هيدي التجارب والمواقف الصعبه؟ يمكن كلمه يسمح منا الكلمه اللي بنستعملها حاليا تنقدر نفهم على بعضنا اليوم اذا ولد عم بقرب على النار اهله ما بيسمحوا انه يحرق حاله يمكن بيخلوه يقرب شوي شوي حتى يفهم انه هيدي الشغله حامية هيدي الشغله بتاذي بس ولا مره بيخلوه ياذي حاله اليوم ربنا ما بيسمح نفوت بالتجربه ربنا دائما الباكج اللي عطينا اياه والطريقه اللي بيشتغل معنا فيها الرب موجود بشكل انه نحن ولا مره نقدر نوصل للاخر بالشغله يلي منفوت فيها الرب بيعرف انما ما بيسمح بيسمح بهالاشياء بكل بساطه يحترم حريتنا اليوم انا اللي عم بقول للرب نيم باخر السفينه اليوم انا اللي عم بقول للرب ارتاح ما تتدخل بحياتي ما تتدخل بمشروعي خليني انا اليوم اعمل مشروعي نعستك انا بوعيك اذا بحاجه لإلك انا بندهلك اليوم يسوع بيحترم حريتنا للاخر انما انا اذا بحط ربنا بكل عمل بمواجهه هالسفينه هو يكون واقف حد انا وعم بتجه بسفينتي بمشاريعي بحياتي الخاصه تاكد انه ما راح تكون هالتجارب وهالمصاعب هالقد قاسي بس اليوم كل ما غيب عن هالشمس كل ما غيب عن هالنور راح بلش اتلاقى بمناطق مظلمه اجهل شو فيها يمكن تكون ماذيه يمكن تكون عابره بس اليوم هالسيد اللي عنده السلطان على العالم كله خيل قد شو عظيم بيحترم إرادة الإنسان بيحترم إرادة كل شخص بكل عمل أنا عم بعمله ما بيتدخل ما بيلغي ما بيزيد هو من عنده احتراما لمشيئتي احتراما لإرادتي لأنه أنا كمان إنسان مثل ما بيقول يسوع مخلوق على صورة الله ومثاله يعني أنا اليوم حر حر أختار الرب بحياتي حر أختار هالسيد هالملك اللي عنده السلطان على كل شيء بحياتي وحر بذات الوقت قل له أنت هلأ مش دورك، عود انطور أنا بقول لك بس يجي دورك. أبونا هذه الإرادة اللي الرب يحترمها والحرية اللي يعطينا إياها، أه لكن بالطبع النفس البشرية ممكن بكثير من الأوقات تكون ضعيفة وتميل للماديات كثير. كيف بإمكاننا أن ننتصر نحن على جميع هذه التجارب اللي عم نواجهها واللي من شأنها أنه تعيق يمكن عملنا مع الله ونسقط ضحية هذه الرغبات؟ يوم النفس دائما ضعيف اتجاه الجسد، الجسد بيملك على النفس. إنما النفس بتضل يمكن إذا بدك هيدا الصوت الصغير الرنان أوقات يلي بنسمعه إنه وينك رايح أو شو عم تعمل. كيف فينا ننتصر على التجارب؟ هن شغلتين. أول وحدة هي الإيمان إنه ربنا موجود معنا بكل محنة، بكل رح أصغر كلمة تجربة، استعمل كلمة محنة، بكل محنة عم نمرق فيها، الرب موجود، الرب ولا مرة بيتركنا. ثاني شغله هي اني اعرف ناجي الرب بحياتي، اعرف اليوم اطلب العونه من الرب، ما في اشطر منا اليوم، بس بدنا شغله بكلمة على الواتساب بنكون بعثنا مساج ل 50 شخص بدنا هيدي الشغله او بدنا هيدي الشغله، الرب بعد اسرع من هو الرب موجود معنا بقلب المحنه ما في لزوم حتى نندهله تيجي بكفي بس نقول يا رب انت استلم، انت يا رب خذ زمام الامور ووجهنا لوين بدك نوصل؟ فاليوم برجع بعيد هن شغلتين ايمان او ثقه انه ربنا قادر على كل شيء والثاني شغله افتح المجال للرب انه هو يلي يشتغل هو اللي يعمل بدون ما انا اكون مشمر على زنودي واقول انا اللي قادر انا اللي فيه انا قادر وانا فيه باللي بيقويني، انا قادر وانا فيه باللي واقف معي باللي واقف حدي لانه بالنهايه ايد وحده ما بتزقف وربنا حاطط ايده معنا تحت كل مشروع بنفوت فيه نقدر ننجح فيه ونقدر نخلصه على اكمل وجه ومثل ما نحن قادرين نتصوره. ابونا اذا بدنا نعتبر انه السفينه اليوم هي بتمثل مجتمعنا وكنيستنا وهؤلاء التلاميذ بيمثلوا كل شخص خايف من التحديات والازمات اللي عم بيتعرض لها والمحن مثل ما حضرتك وصفتها. كيف بقدرتنا ان نساعدهم لحتى يكونوا هم متداركين انه المسيح وحده هو قادر انه يامر فيطاع وانه نحن اذا ثبتنا معه بالايمان رح نقدر انه ننتصر على كل شيء ممكن نكون هلا شايفينه مستحيل اليوم في طريقتين في طريقه خفيفه فينا على الرايح والجايه نكون يمكن, يمكن عم نستعمل هالكلام ونكون عم نبشر ونكون عم نذكر اسم الرب بكل عمل عم نعمله انما اللي هي بتعطي نتيجه اكثر بتخلي العالم شوي توعى بمجتمعنا من حولنا نحن اليوم وين نحن صب وين متجهين هي افعالنا هي اعمالنا انا اليوم مش معناتها مثل ما بيقول يسوع كل مين قال يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات اليوم علي اني اشتغل اني اشتغل يعني اني اطلع بخيه اني اشتغل يوم اني أسوق خيه من هالعاصفة أو يمكن من مواجهة هيدي العاصفة بالسفينة اللي هو ركبها لعند يسوع يلي نايم بسفينته هو والله هم ما يكون نايم بسفينتي كمان يعني ساعتها بنكون رايحين على الخراب اللي مطلوب منا اليوم أعمالنا بتبرهن نحن شو عم نعمل يعني لحظة اللي بقول أنا نازل أدس وعالم تضحك علي أنت تنازل تقدس معقول بعدك بتآمن بعدك بتصدق بالله شو بده يعمل لك الله؟ ايه انا بامن وانا بصدق مجرد مرد واعمل يلي انا عم فكر فيه او يلي انا متوجه فيه بتحط علامه استفهام وبتحط ثلاث نقط بحياه كل شخص من حولي حتى يستوعب اليوم انا شو عم بعمل وشو مفعول الرب بحياتي فاليوم بساعدهم كلمة صغيرة بتبدا بإصغاء للشخص اللي قدامي لأنه أنا مأكد إنه كل شخص بحياتنا بحاجة إنه نحنا نصغي له، بحاجة إنه نصغي بانتباه وبتمعن حتى نفهم هذا الشخص من شو موجوع من شو متالم تاني شغله مش مطلوب مني دائما كلمه كبيره وفلسفيه حتى الشخص يستوعب وين هو بكفي مساج صغير عن ربنا وثالث نقطه فينا نمسك ايدين بعضنا فينا نمشي بالمشاريع سوا حتى نوصل ونخلي يسوع يكون متحد على نفس المستوى وعلى نفس المسيره بيني وبين هذا الشخص الثاني نعم اليوم بالفصل مذكور أنه يسوع كان نايم على وسادة بمؤخرة هذه السفينة والتلاميذ لما حسوا حالهم بخطر أو خيفانين هن اللي أيقظوه بس وعوا جملة لماذا أنتم خائفون هكذا كيف لا تؤمنون انطلاقا من هذه النقطة لما نحن بنكون عم نسمح للشك أنه يتلاعب بإيماننا ويتلاعب بنية الرب تجاهنا نصير نحن عم نفكر أنه اليوم الله مش موجود معنا ما بنكون عم نسمع الرب هو عم بيطرح علينا نفس هيدا السؤال مية بالمية أه فكرة أنه هيدا السؤال اللي بيطرحه ربنا علينا ألا تؤمنون ولماذا خائفون قبل ما هو يطرحوا علينا نحن بنطرحه على حالنا اليوم. اليوم بس نوصل قدام مشروع اول شغله بيبقى عنا بيبقى عنا الثقه القويه وشوفه الحال انه مثلا مسمي حالي انا ابونا جوزيف قادر على كل شيء، على شو المشروع اللي بدكم اياه تنمشي فيه؟ شو بس نصير بنص المشروع بلش نتفاجأ انه هيدي مش ظابطه وهي مش ظابطه وهي مش راكبه وهيدي مش عم تزبط معنا؟ ساعتها نبلش ننده شمال ويمين. يا جماعة وين كنا بنطرح الصوت يا رب وينك تركتني بمشروعك اليوم هيدي الجملة كتير مهمة وبتتردد معنا قدام كل عجيبة من عيشة أو منسمع فيها اليوم إذا سمعنا بعجيبة صارت مع فلان أو صارت بهيدي المنطقة بتلاقي العالم كلها ركضت بالوقت اللي أنا بتفاجأ نهار الأحد عجيبة الاربان اللي عم بتصير عجيبة تجسد يسوع بالخبز والخمر كيف منا قادره اليوم تجذب انتباه هيدي الناس يوم التلاميذ او حتى نحن عايشين على سفينه بالنسبه لنا ما في شيء في هزة بالنسبه لنا نحن ايماننا كتير كبير ايماننا كتير قوي ما في شيء بهزني شو بتفاجئ لحظه اللي بسمع بعجيبه قد بتنخط حياتي قد برجع بتاثر بالشي اللي عم بسمعه وبقول ربنا شو عظيم وانا بزيت الوقت ببقى بكون عم قدس يعني اليوم عم بعيش زيت خبره التلاميذ كتر الخبز يسوع طلعوا بالسفينه ضاعوا انتهت نحن زيت الشيء بنفوت ايام كتير نهار الاحد على القداس تنقدس نطلع من جوا واو السما مش سيعتنا الارض ما لها محل تندعس عليها شوية باول مصيبه بتلاقينا رجعنا ميت فاش خلوارة نسينا كل شيء وبقى في حدا قادر يلمنا ديبريسيون ستريس على الاخر هلا شو بدنا نعمل صح يسوع عم بيطرح دائما بحياتنا جمله فيكو انا غلبت العالم اليوم هالنومه بحياتنا ممنوع يسوع ينام انا اليوم بدي اكون انسان شرير مع يسوع اليوم بدي اكون انسان ما بيعطي حقه ليسوع بالراحه انا انسان بدي يكون على الرايح والجايه حاطت يسوع بكل كلمة عم بقولها، بكل مشروع عم بقوله، بكل فكرة عم فكر فيها، لأنه هيدي سفينتي ما بتحمل يلعب فيها الهوا، هيدي سفينتي ما بتحمل تفوت عليها المي، اليوم شفناهم كم واحد كانوا بالسفينة، معقول مش قادرين يطلعوا المي لبرا؟ وهن صيادين، يعني شغلتهم وصلوا آخر شيء ضربهم اليأس يا رب، قوم عم نهلك، اليوم نحن مشروعنا بحياتنا تجاه الرب بدنا نضل نقول له قوم هذا مشروعي بدي امشي انا وياك، قوم ما تنام خليك حدي. نعم. ابونا اليوم انه نترك آه الرب بداخلنا او نعيش دائما مع الرب ااا آه منا شغله سهله، خاصة نظرا لطبيعتنا البشريه اذا ممكن نقولها بهالطريقه. كيف نحن بنقدر نكون عم نرتقي اذا فينا نقول بالايمان لنوصل لهيدي المرحله انه يعني نحن فعلا باي لحظه وبأي وقت يكون الرب موجود معنا ولا لحظه يغيب عن تفكيرنا هيدا الشيء حياتنا مع الرب هي مسيره يوم ما في انا من اول انطلاقه قول الرب موجود بكل حياتي او الرب سلطان على كل حياتي ناخد المثل مثل الشخص اللي بيروح على الجيم هلا خصوصي رياضه وجيم وهالحركات كلها مبسوطين فيها بس توصل على الجيم ما فيك تبلش ب20 كيلو عم بتشيلهم ما فيك تبون يمكن بتبلش شوي شوي وبنمشي تصاعديا مع الرب زيت الشيء اليوم بدي امشي تصاعديا بدي بلش مع الرب نمي نمي حالي اتعرف على يسوع اكتشف عمله بحياتي اكتشف هالمشاريع اللي هو بيرفقني فيها فاليوم اللي مطلوب مني بلش بيبي ستابس نمشي فشخة, فشخة 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 تحت نقدر نحن نستوعب الرب كيف ممكن يشتغل بحياتنا الرب كيف ممكن يشتغل ويكون موجود وكل واحد منا عنده طريقته الخاصة يعني أنا اليوم بحب بهي الطريقة، أنا اليوم بستوعب بهي الطريقة، أنا اليوم بفهم بهي الطريقة، أنا اليوم بحب هيدي الطريقة الرب بيشتغل معنا على هيدا الأساس، مثل ما بنطلع بالقديسين لو طريق القداسة مكتوبة ا آه زاد كيف مفروض تعيش وكيف مفروض تاكل كيف مفروض تقوم كيف مفروض تصلي كيف مفروض تعمل كل شيء كنا كلنا من الحقة. كنا كلنا بنكون قديسين على ذات الإشال، على ذات المنهج انما اليوم الرب عم بيقول بميزتك بتميزك انت اليوم قديس نقي الطريقه اللي بتناسبك ده أنا امشي معك فاليوم هالمسيره ما في إلها بلان انه اليوم ي... يا ابونا كيف بدي اتقدس القداسه انك تخلي الرب موجود بحياتك القداسه انه انت على كل مشروع قادم فيه يكون في محل ولانه أدرس ادراس الدبوس يكون في محل الرب بحياتك بمشروعك تحت هالمشروع يمشي ويضل ماشي لقدام لانه ربنا ولا مره له مشروع على نحن ربنا ولا مره بيطرح علينا مشروع نحن اللي بنطرح المشاريع على ربنا ربنا بيبارك ربنا بيمشي معنا ربنا بيوفقنا ولحظه اللي بنقول له هالمشروع ما بدي اياه <applause> عفوا لحظه اللي بنقول له للرب هالمشروع ما بدي اياه اوعى تفكر للحظه انه يسوع بيوقف لنا بلا هيدا مشروعك وبدك اياه يمكن نقول له قصه تعبت الرب بيفهم وبيمشي معنا بس الرب ولا مره بيشتغل عكس ارادتنا إيه نعم بهيدا الفصل هي هو المره الوحيده اللي نحن واذا انا ماني غلطان بس بعتقد هيدي المره الوحيده اللي بنشوف فيها بالانجيل يسوع هو نايم او حدا بيذكر انه يسوع كان نايم وليه كده بيستيقظ بالوقت المناسب وبيخلص السفينه وبيخلص كل من كان على متن هيدي السفينه هيدا الفصل شو بيعطينا عبره لالنا عن حكمه وقدره الرب اللامحدوده اليوم الرب قادر على كل شيء وما في شيء بيصعب عليه هو واعي وشايفنا نحن وين رايحين اليوم هالوعي اللي واعيه الرب على التلاميذ وانقذهم بنشوف عم بيقولوا له عم نهلك يعني بعد نهلك يعني اليوم الرب بس يغيب من حياتنا ما بيغيب للاخر ما بيختفي نهائيا انما بيضل ناطر ولو يمكن نحن قلنا له غيب هو بيضل موجود بيضل حاضر انما اليوم بيعطينا مجالنا بيعطينا راحتنا بيعطينا هالسبيس اللي نحن وقت كثير بنطلبه حتى نقول عم نتنفس بذات الوقت ما بيكون عم بيخنقنا بس انا بالنسبه لي هذا السبيس بديت انا اتنفس الرب بيرجع وبيعرف بيتدخل لحظه اللي بيلاقي انه الشغله بطلت قادره تمشي لقدام اوقات كثير الرب بيتدخل بحياتنا بلا ما نكون نحن طالبينه اوقات كثير بنلتقى بصديق عم بيسعفنا بمحل نحن مش طالبين مساعده اوقات كثير بدق التليفون حدا عم بيسالني شو بيك بيبقى له سنين مش سالان عني طب هودي من وين؟ هو شو منفسرهم؟ هذا يسوع يلي عم بيوقع بالسفينه عم بيحترم ارادتي انما عم بجرب ببعض المطارح يخلق طريق حتى هو يوصل لحياتنا بمحل نحن منيمينه يمكن وحاطينه بكوما حتى يقدر هو يشيلنا من الحاله اللي نحن عايشين فيها، فاليوم الرب قد ما كانت المحن صعبه وقد ما كانت كبيره موجود وبكفي انه اليوم ننده اسمه حتى يشيلنا من الورطة أو المشكلة أو المحنة أو أو الخطية أو الأزمة اللي نحن عايشينها بكفي ننده صوته مرة قادر يضوي العتمة فهون الرب برجع بقول لك بينطرنا وبينطر منا هيدي الكلمة حتى يتدخل بحياتنا حتى يرجع يشقلب من أول وجديد كل شيء نحن عم نعيشه ويهدي العواصف يلي جواتنا أبونا جوزيف بختام فكرتنا كلمة أخيرة من حضرتك اليوم كلنا ماشيين لقدام ومتجهين صوب مجهول ان كان بوضع البلد اللي عم نعيشه بالمصاعب يلي عم بتواجهنا صارت الحياه شوي صعبه وصارت يمكن قياده السفينه عم بتواجه مشاكل معنا وصارت كتير صعبه اليوم صار الوقت انه نصرخ صار الوقت انه ننده ليسوع وانه قوم نحنا عم نهلك قوم انت خلاصنا قوم صار الوقت انه يمكن تتدخل وتغير هالمحنه اللي عم نعيش فيها اليوم السؤال لنا يسوع وين موجود بسفينتي ويا هل ترى موجود على السفينه الرب موجود بحياتنا ولا نحن اليوم عاملين عناتر وماشيين بطريقنا نحن بدنا نعمل نحن بدنا نغير نحن بدنا نخلق اللي نحن بدنا اياه حاطين ربنا على جنب فاليوم دعوه لالنا كلنا نرجع نوعي يسوع من طرف حياتنا مع يسوع بكل لحظة عم نعيشها حتى فعلا يكون هو عم بيسوق معنا هالسفينة الأب جوزيف سعد راهب ماروني مريم نحن بدنا نتشكر وقتك ووجودك معنا اليوم عبر هيدي المداخلة وعبر هيدي الفكرة وبدنا أيضا نعيدك بمناسبة عيد القديس يوسف يلي بيسائف بكرة وحضرتك تحمل اسمه ميرسي كتير أنتوني وإن شاء الله بينعاد على كل الأشخاص اللي بيحملوا إسم ماريوسف يوسف ومريوسف يبارككم ويبارك الكل شكرا لك أبونا